خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي معانا. فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية في الدورة الثالثة لسه مستمرة معانا. كمان وزارة الداخلية مدت مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. كمان امبارح يا هبة، وبالتعاون مع التحالف الوطني، تم إطلاق حملات تنموية تحت عنوان إيد واحدة، وده ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري. أخبار كتير حصلت امبارح. المتحدث العسكري للقوات المسلحة أعلن على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن انعقاد فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITS Egypt 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة اللي بتنظمهم القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم. بيأتي تنظيم هذه الأحداث العلمية الكبرى في إطار حرص القوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية والبحثية وتنمية مهارات الإبداع والابتكار لدى الشباب الجامعي لمواكبة التطور في العلوم الهندسية. أيضاً امبارح، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من 1 أغسطس 2024 ولمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسر المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%. امبارح، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان يد واحدة، وده اعتباراً من السبت لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً، وبتهدف لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية. وبتأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.